هلو، يسعد لي اوقاتكم حبايبي. انا اليوم هذا الفيديو خاص نص الدكتور ياتين بيار اللي هو كان اشرف على العمليه اللي انا صار لي سنه عامل عنده العمليه، والنتائج ولا اروع من هيك نتائج. انا صار لي سنه عملت العمليه والنتائج كانت هيك، انا ما كان عندي هون شعر، كان خفيف جدا جدا. ف من اشخاص اللي اهتموا بالعمليه الدكتور بذات نفسه كان اشرف على العمليه، هو رسم لي خط الجبهه. الممرضين اللي كانوا موجودين ولا اروع من هيك ناس، ولا احلى من هيك ناس. احترام، تقدير، نظافه، كل شيء عندهم كان على الموعد وعلى الدقه وعلى كلمتهم. يعني بحكي معك كلمه واحده هن قد كلمتهم. وهذا الفيديو مو اعلان، صدقا هذا من قلبي للعياده. وبتشكر كل اللي كانوا موجودين، والدكتور ياتين بيار خاص نص، والمشرفين اللي كانوا موجودين اكيد تحيه كثير لكم حبايب قلبي.